اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بضيفي الكابتن عمرو صابر، احد المواهب الكبيره في كره السله وابن النادي الاهلي ومدير فني انسات كره السله تحت 18 سنه، واللي حصل على بطوله الجمهوريه السنه اللي فاتت. اهلا بيك عمرو. اهلا بيك يا اسامه، متشرف بوجودي معاك حبيبي. وطبعا الف مبروك، يعني لحقت لبطولتك السنه اللي فاتت طبعا؟ اكيد الحمد لله، واكيد كاس مصر طبعا، دي حاجه يعني كبيره جدا، ومستنيين التاني اللي بعديه. برافو عليك. انا لسه بقول ان حتى كل جمهور النادي الاهلي وكل عشاق النادي الاهلي مستنيين ماتش. احنا طمعينا يا طبعا، احنا طمعينا كده، قدرك النادي الاهلي. احنا طمعينا كده، متربيين على كده على فكره. طبعا من ساعه ما دخلنا النادي واحنا متربيين على كده. طبعا. طب كابتن عمرو، احنا عملنا زي تقرير كده عن الفرقه وانجازك السنه اللي فاتت بطوله الجمهوريه واستعداداتها، وبناتنا كمان المنضمين للمنتخب الحالي، نشوف التقييد ونرجع لبعض. اعزائي المشاهدين، عملنا تقرير لفريق 18 سنه الانسات وايضا لاعباتنا المنضمين للمنتخب. خلينا نشوف التقييد ورجع لحضراتكم تاني. منصات التتويج على الرغم من كونها المكان المفضل لنسور القلعة الحمراء في مختلف المنافسات بكافة مراحلها، إلا أنها لم ولن تكون الغاية التي يسعى إليها أبطال النادي الأهلي. فرفع راية الوطن في المحافل الدولية بمثابة الغاية الأكبر والأعظم لكافة المنتسبين لنادي الوطنية منذ تأسيسه في العام 1907. ويعد فريق آنسات سلة الأهلي تحت 18 سنة أحد فرق النادي المتربعة على منصات التتويج في الموسم الماضي بالفوز ببطولة الجمهورية بعد الفوز على سموحة بنتيجة 55-53 في المباراة النهائية في منتصف أغسطس الماضي، ومن قبلها الفوز على سموحة. وكان بطلات آنسات السلة نجحن في تحقيق الفوز في كافة المواجهات في منافسات الدور النهائي أمام كل من الزمالك وهليوبوليس والصيد والزهور على الترتيب. وما كان للفريق أن يحقق هذه النتائج المتميزة إلا بقيادة فنية متميزة للكابتن عمرو صابر، أحد أبناء الأهلي المخلصين ومدرب الفريق، الذي قاد الفريق في الدور النهائي من بطولة الجمهورية بالعلامة الكاملة، محققاً الفوز في كافة المباريات. تميز آنسات سلة الأهلي دفع الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئات لاختيار 3 لاعبات في قائمة المنتخب الوطني المشارك في بطولة إفريقيا للناشئات المؤهلة لبطولة العالم، والتي يسير فيها فريق ناشئات السلة بخطى ثابتة نحو حلم التأهل لمونديال الناشئات. ونجح المنتخب الوطني بمشاركة ثلاثي الأهلي التوأم هاجر وهالة علي بالإضافة إلى آية الفقي في تحقيق الفوز على نظيره السنغالي بنتيجة 54-48، ليعدل مساره في البطولة بعد خسارة مباغتة أمام منتخب مالي. ويتطلع منتخب مصر للناشئات بقيادة المدير الفني شريف عزمي لبلوغ نهائيات كأس العالم في ظل العناصر المتميزة التي يضمها الفريق والدعم الفني والمعنوي الذي يقدمه الاتحاد المصري لكرة السلة والدولة، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة التي استضافت البطولة في أحضان القاهرة، في رسالة مصرنا الغالية للعالم كله بقدرتها على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى في أصعب الظروف تزامناً مع تفشي فيروس كورونا. اهلا بحضراتكم من جديد يا عمرو. يمكن ما شاء الله يعني فرقه كويسه وتعامل معاهم شغل. خلينا نبتدي معاك القصه من البدايه. السنه اللي فاتت تمام، توليت المسؤوليه، كانت ظروف صعبه، احكي لي بقى القصه. انا كنت ماسك فريق 16 سنه، حصل توقف والحظر بتاع كورونا والغلق. لما رجع تاني النشاط كابتن سيد صابر رئيس قطاع عرض عليا ان انا اكمل مع فريق 18 سنه لان المدرب الاساسي مشي، فكان فاضل 10 ايام هيثم على الماتشات منهم اجازه العيد. خبر ابيض، انت 4-5 تمارين مثلا؟ لا، احنا اتمرنا طبعا بتاع 8 وحدات صبح وبعد الظهر،
اللعيبه ساعدتني جدا جدا. دخلنا اول ماتشين جامدين وانا ما اعرفش الفرقه، خلي بالك ولا الفرقه اللي هتلاعبني. لعبنا سبورتنج وسموحه، فوجئت مستوى الولاد، روح غير طبيعيه. كسبنا اول ماتش فرق فوق ال 40 بونت ما شاء الله. تاني ماتش بلعب سموحه اللي هي المفروض اللي هي فرقه كسبانه الفرقه دي قبل كده، كسبناهم فرق كبير فوق ال 25 بونت. فابتديت انا ارتاح شويه، فابتديت اهتم بالتفاصيل بتاعه الولاد اللي انا اشتغل عليها، لان انا ما كانش عندي وقت. انا لعبت الدور النهائي بعديها بثلاث ايام، تقول لي 10 ايام مثلا، ما لعبت ماتشين وبعديها بثلاث ايام لعبت النهائي، الدور النهائي ست ماتشات. اول ماتش الزمالك، الزمالك من احسن اجيال الفرقه دي، منهم ناس في المنتخب، ثلاث افراد او ثلاث لاعبات في المنتخب. لعبناهم، احنا السايز بتاعنا قصير جدا على الفرق، ابتدينا نشتغل على السايز بتاعنا ازاي اللي احنا نقدر نعمل له تطور وازاي نشتغل. فاهم حاجه كنت اللي انا اشتغل على الدفاع يا هيثم. صحيح، لان انا اولا السايز مش هقدر استناك تحت الباسكت، لان السايز بتاعي قليل، فغصب عني طبعا غصب لازم كنت العب بريس طول الوقت. حتى الزون بتاعي اللي هو دفاع المنطقه ما لازم يكون متقدم، مش هينفع ان انا استنى اللعيبه تحت، خصوصا في السن ده بتلاقي في الفرق الثانيه شويطه ناس بتشوط وطوال عليه كمان، وفي ناس طوال كتير جدا. احنا استعنا على فكره بجانا الالفي تحت 16 سنة لأنها طويلة وعملت لي حلول، يعني جانا عملت لي حلول كتيرة خصوصا في ماتش الزمالك. كنا بنلعب البيفوت الأساسي بتاع منتخب مصر اللي هي يارا أسامة، لعيبة كويسة. لا عملت لي حلول كويسة جانا الألفي. غير اللي أنا أهم ميزة عندي في الفرقة السرعة، أنت لعبت عليها. دي اللي أنا قدرت. ما بص هيثم، الفرق بين المدرب والمدرب التفاصيل. صحيح، أنت معاك ورق وهو معاه ورق، أنت بتشتغل على الورق دوت. فانا الحمد لله اللي انا لقيته اللي انا عندي السرعه، بيدافعوا بروح غير طبيعيه، فده اللي خلاني ادافع واجري. طب ست ماتشات كان اول مباراه الزمالك، اول ماتش الزمالك، بعد كده كان عندك مين؟ هليوبليس الزهور، الصيد اللي هو المفروض المنافس. انا خلصت تقريبا البطوله في ماتش الصيد، لان كسبت خلاص بقى. خلصت. اول كان اصعب ماتش بالنسبه لي كان سموحه، لان الاولاد خلاص خدوا الفرحه بتاعه المكسب، فالماتش كان متقفل لغايه 53 ثانيه، كنت خسران باسكت. الحمد لله طلعت 4 بونت، 3 بونت هايل. وهنتكلم بقى عن البطوله دي يا كابتن عمرو، ولكن عايزين نتكلم بقى عن انعكاس البطوله دي مع المنتخب وتم اختيار اللعيبه ازاي. بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، نطلع لفاصل ونكمل حوارنا مع الكابتن عمرو صابر، خاصه ان احنا عندنا منتخب مصر السن ده بيلعب دلوقتي وعنده ماتشات مهمه ثلاث فرق، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومكملين حوارنا مع الكابتن عمرو صابر، احد المواهب الكبيره في كره السله في النادي الاهلي، وايضا المدير الفني لفريق 18 سنه انساد بالنادي الاهلي. يمكن كابتن عمرو كنا بنتكلم قبل الفاصل عن البطوله اللي خدناها، بطوله الجمهوريه، وكانت بطوله صعبه ليك، بس اكيد الجيل ده هو اللي بيلعب بطوله افريقيا دلوقتي. حقيقه عندنا كام لعيبه مشاركه مع المنتخب، كلمني عن تاثير البطوله دي لمنتخب مصر اللي بيلعب دلوقتي. هي البطولة دي احنا معانا أربع لعيبة من أحسن لعيبة مصر في التيم دوت، هالة وهاجر علي، ومعاهم آيل فيه، وحبيبة محمد اللي هي بيكو. أولاً هالة وهاجر من أحسن بوينت جارد موجود، بيلعبوا دفاع قوي جداً، عندهم شوطة سرعة، لعيب باسكت. هم توأم مش كده كده؟ توأم. بيلعبوا نفس المركز؟ بيلعبوا مركز، بس انا اضطريت ان انا العبهم واحد بوينت جارد وواحد بوينت عادي او جارد عادي، فلازم يكونوا موجودين في الملعب. دول هالة وهاجر. هالة وهاجر. حبيبه محمد كمان هناك، حبيبه بلي ميكر هايل، بيسوق الملعب كويس قوي. معاهم آيل فيقي، بيلعب اربعه، مركز اربعه، لعيب قوي جدا جدا. الريباوند كله بتاعه، مع انه السايز بتاعه قليل، الريباوند بتاعه كله الاستحواذ بتاع الكوره بتاعه تحت الباسكت، يعني هي بتبقى تحت الباسكت انا ببقى مطمن جدا حتى لما بتشوط عليا. طب كابتن عمرو، يمكن دلوقتي عندنا في بطوله افريقيا اللي بتقام على الصاله الفرعيه باستاد القاهره، اتكلمنا عنها، اتكلمنا عن الفرق المشاركه، حظوظ مصر للتاهل لكاس العالم، وكم فرقه بيتاهلوا لكاس العالم؟ احنا هنتكلم، بص هو فرقتين بيتاهلوا لكاس العالم، احنا معانا ثلاث فرق، احنا ومالي والسنغال. يعني اللي جم ثلاث فرق وثلاث فرق وهيتاهل اثنين. طبعا مالي بقى لها اربع سنين مكتسحه،
هم 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 فنيا او مهاريا هم مش عاليين قوي يا كابتن عزم، هم اقوياء بدنيا احنا بالبلدي كده احنا دماغنا يعني بتفكر احسن منهم شويه فنيا، احنا لا وبنفكر يعني احنا عندنا التفكير، هم بيلعبوا بالقوه البدنيه يعني بيتميزوا بالقوه البدنيه. احنا المفروض يعني انا مش عايز اتكلم في الناحيه الفنيه دي بتاعه المدير الفني كابتن شريف اللي هو استاذنا شريف عزمي. طبعا انا بس في البدايه بقول لكابتن شريف عزمي طبعا المدير الفني الف سلامه استاذنا طبعا هو مدير فني فريق 18 سنه لاصابته بفيروس كورونا، ان شاء الله يرجع سريعا باذن الله. الف مليون سلامه عليك يا كابتن شريف. انا اسف، اتفضل يا كابتن. الفرقه دي المفروض من شهر 9 في معسكر مع الكابتن شريف والدكتور مصطفى دود. المفروض يعني هو الباسكت كله زي ما اتكلمنا انا وانت هو تفاصيل. انت بتشتغل، هي الفرقه المنافسه قدامك هي مالي. طب النتائج عامله ايه يا كابتن؟ يعني احنا طبعا خسرنا اول ماتش من فريق مالي، فريق كبير جدا زي ما اتكلمت معاك 64 فريق بدني 30. يعني مش فريق مهاري، فريق بدني. تاني ماتش لعبنا السنغال الحمد لله كسبنا فارق 6 بونت 54 48 فارق 6 بونت. النهارده لعبنا مالي للاسف خسرنا، بس خسرنا سكور اقل من المره اللي فاتت 68 55. ماتشنا الجاي مع السنغال ده اعتقد اللي هو الفيصل. طب كابتن عمرو انت تفسر بايه امبارح؟ احنا كنا متاخرين عن السنغال جامد وعوضنا وقدرنا نكسب يعني 54 48. يمكن الماتش ده هو اللي قربنا او قد كبر حظوظنا للتاهل. ايه سبب ان احنا رجعنا لعبنا تحت الباسكت يا كابتن عزم؟ انا ما ينفعش العب سيستم مع فرقه اقوى مني، اقوى مني بدنيا مش اقوى مني بدنيا. هما مش هينفع العب سيستم، لازم كويك ست على طول، يعني جزء بسيط تو مان بلاي مع بعض، ثلاث لعيبه مع بعض. لكن اللي انا العب سيستم كامل مع الضغط دوت مع القوه الجسمانيه دي اعتقد هما هيفوزوا. احنا لعبنا تحت الباسكت بنقل الكره، ابتدينا نقل الكره بسرعه، خرجنا من البريس بسهوله، نزلنا الكره تحت الباسكت قدرنا نهدف. السكور بتاعنا في الماتش دوت اعتقد اعلى بكتير 54 48. السكور اللي فات جبنا في حدود 30 بونت. لا النهارده احنا جبنا 68 نقطه كمان. ده احنا لا سوري 55 نقطه. هو السكور بتاعنا تقريبا يا كابتن تقريبا. بص يا كابتن عيسم هو سكور فريق مالي في حدود حاجه 60. مالي فعلا 68 لعبت مع السنغال هتلاقيها في حدود ودي صح. مالي بتجيب فوق 60 لا هي 65 بونت بكتير. ده الاتاك، يعني الاتاك بتاعه مش قوي. لكن لو اتفرجت على الدفاع، الدفاع بتاعهم هو اللي قوي. هتلاقي مثلا السكور اللي داخل فيهم قليل، يمكن النهارده اول مره يخش فيهم 55 بونت. صح، احنا حطينا فعلا 36 بونت في الماتش. يا كابتن. طب السنغال ومالي عملوا ايه؟ السنغال مالي كسبت السنغال فرق 30 بونت 61 37 برضه. يعني انا افهم ان احنا والسنغال احنا اقوى، احنا احسن جيل. الجيل الموجود ده انا طبعا دربت فرقه ولعبت معظم اللعيبه اللي بتلعب اتفرجت. فلا احنا فرقه قويه جدا، بس هو كل مدرب له طريقه او كل مدرب له وجهه نظر وتحترم. بس انا وجهه نظري لازم كان في حد من المدربين اللي هم شاركوا في البطوله بتاعه 18 سنه ده يكون موجود، بلاش انا. انا قصدك ان هو عشان بيبقى حافظ حافظ لعيبه، على الاقل اراهم، ارى الملاعب، ارى الفرقه كل فرد بيلعب ازاي غصب عنه، لان دي الكومبيتيشن او المنافسه بتاعته اللي هو شاف كل اللعيبه. شاف لكن طبعا الجهاز ما فيهمش الا كابتن شريف عزمي طبعا والدكتور مصطفى دود واثنين مش متذكر اساميهم للاسف، انا اسف جدا طبعا. لا كان لازم حد يخش من مدربين 18 سنه مع الجهاز دوت. طب يا كابتن شايف يعني فرصنا احنا نلعب السنغال بعد بكره ان شاء الله؟ يعني ايه فرصنا؟ يعني بتهيألي احنا كاسبين اهو فرق 6 بونت، شايف فرصنا ايه؟ نتأهل. احنا فرصنا عليها جدا انا من رايي، يعني احنا يعني لو كسبنا اي نتيجه نتاهل؟ لا لازم لو كسبنا اي نتيجه، لو حتى لو خسرنا اقل من 6 بونت نتاهل. يعني هم هياخدوا فرق سكور. فرق سكور فرق لان سكور. هو راوند رايح جاي ماتشين رايح جاي فهياخدوا السكور. يعني افهم من كلامك يا كابتن ان احنا لغايه 5 بونت خسرانين 5 بونت نتاهل. شايف ده ممكن يحصل يا كابتن؟ احنا هنكسب، هنكسب كتير كمان ان شاء الله. البنات طبعا الرهبه راحت، خلي بالك في معظمهم سنهم يعني ما لعبش طبعا اول بطوله افريقيا في حياتهم. لا في ناس لعبت 16 سنه وبتاع. اعتقد يعني الماتش الجاي احنا هنكسب، هنكسب كتير، بس يعني بالطراوه يعني بالتاني ونشغل دماغنا كتير قوي، ولازم نلعب تحت الباسكت يا هيثم، ولازم ندافع من قدام شويه. الناس دي ما عندهمش مهارات فرديه عاليه، لو ضغطت حتى بلعيب واحد على اللي معاك كوره هتقدر يحصل لكم فيوز او يحصل له توتر، يحصل له
زي ما حصل الماتش اللي فات. انت في الكوارتر الثالث ابتديت تطلع تتعادل الماتش، الكوارتر الرابع هم تعبوا ما ابتدوش التفكير بتاعهم او الاكسجين بالبلدي كده يوصل لدماغهم فضغطت شويه ابتديت تعلق، رحت فاست بريك مع انك انت في ماتش مالي الاولاني ما رحتش فاست بريك ما رحتش واحد على واحد، ما لعبتش واحد على واحد، كل واحد على واحد هم متفوقين عليك. خايفين شويه البنات؟ انا اعتقد خايفين، بس هو اول خمس دقايق المفروض تبقى خايف، المفروض طبعا يعني خلاص انت خدت الاحتكاك عرفت ده بيلعبك ازاي، قوته الضعف فين. انا شايف من رايي اللي احنا اقوى من مالي، بس مالي اقوى بدنيا. طب عمرو احنا النهارده او بكره مريحين، حلو احنا بكره مريحين حلو، بس بكره مالي والسنغال هيلعبوا بعض، واحنا بعد بكره لعب السنغال، شايف ده لمصلحتنا طبعا ان السنغال هتطلع هلكانه من ماتش طبعا مالي. هو احنا اصلا كسبنا عشان كده، احنا مالي لعبت السنغال الساعه 8 خلاص الساعه 10 احنا لعبناهم الساعه 3 تاني يوم فده اللي فادنا طبعا عشان كده هم التاني يوم ما كملوش لغايه الرابع حصل عندهم تروب تمام. وده كان فايده احنا كنا مريحين تمام. فطبعا اللي عمل القرعه يعني اللي اختار كابتن شريف واذكياء جدا طبعا اللي هم اختاروا القرعه كده، اختاروا الماتش الجامد الاولاني صحيح، فطبعا يعني هم يحيي على الحاجه دي طبعا. طب كابتن عمرو احنا عايزين برضو نتكلم عن الشباب او الناشئين اللي بيلعبوا دلوقتي، لان انت عارف البطولتين بتتعمل في وقت واحد، بس خلينا نتكلم بعد الفاصل اعزائي المشاهدين. هنطلع لفاصل ونرجع نستقبل حوارنا حلقتنا النهارده كره سله، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين معاكم حوارنا مع الكابتن عمرو صابر نجم مصر في كره السله واحد المواهب الكبيره ونجم النادي الاهلي ومنتخب مصر ومدير فني ناشئات تحت 18 سنه. عمرو يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل على فريق الشباب او فريق الناشئين لكره السله اللي بيتلعب برضو بطوله افريقيا في نفس الوقت مع الانسات، كلمنا عن المنتخب، كلمنا عن عدد الفرق المشاركه، حظوظنا ايه للتاهل؟ هو في اربع فرق، مصر، السنغال، مالي، غينيا. تمام. احنا لعبنا ماتشين، لعبنا غينيا كسبنا غينيا، لعبنا السنغال كسبنا السنغال. النهارده الساعه 8 المفروض كنا بنلعب مالي. مالي بالظبط دلوقتي المصنفه الاولانيه ديت على البطوله. انا عايز اقول لك ماتشنا مع مالي 46 41 لينا ما شاء الله دلوقتي. ما شاء الله. على فكره احنا اقوى جيل، انت قلت لي في الفصل هنكسب مالي ان شاء الله. ان شاء الله. احنا جيل قوي جدا يا عيسى، الجيل قوي جدا ما شاء الله، ومحتاج دعم بعد كده حتى بعد البطوله، لازم نحافظ على القوام بتاع الفريق ده. عندنا كم واحد في الاهلي في المنتخب ده؟ عندنا مؤمن طارق خيري، عندنا مالك ياسر فتوح رجع بالسلامه، عبد الله يعني تمام لعيب بيلعب في الدرجه الاولى كمان مع الكابتن اشرف توفيق، كان في محمود وليد بس مصاب، وكان في محمد حازم مصاب. لا فرقه. طب انت رايك وشفنا مهاب ياسر كمان بيعمل مستوى لعيب لسه بنتكلم لو انت في فاصل، لا لعيب كويس جدا يعني وليه مستقبل كويس قوي. يعني اول ماتش جاب 40 بونت هيثم، 42 بونت غير طبعا السكاوتنج، بيت السكاوتنج بتاعه مش معايا دلوقتي، بس هو عامل حاله كويسه قوي. ماتش تاني 31 بونت. لا انت جايب كام بونت يا هيثم؟ يعني احنا صحيح. احنا كفرقه جايبين، انت اول ماتش جايب 68 بونت، مهاب جايب 42، تاني ماتش جايب برده في حدود، احنا بنجيب 68 بونت في حدود 68 بونت، تاني ماتش جايب 31 بونت. صح، هو 75 وهو جايب 31، وده برده يرجع للكرداني، خلي بالك الكرداني اللي هو بيهيئ له الفرص دي يعني برضو المدير الفني. خلينا نقول مهاب في كامب الام بي اي دلوقتي في جنوب افريقيا، ما بين جنوب افريقيا جنوب افريقيا وامريكا. ده فايده جدا، هو لعيب كويس كمهاريا، بس الكامب بتاع امريكا فايده بدنيا قوي، عايزه موقفه على رجليه، حتى في بينه وبين اللعيبه الافارقه مفيش فرق، بيلعب عليهم حتى في الديفنس قوي جدا، ففايده جدا. طب عمرو اللي هيتاهل من الاربع فرق دول كم فرقه لكاس العالم؟ ان شاء الله اثنين. تتوقع مين؟ مصر هتاخد البطوله باذن الله، ومعاهم غينيا، مع انهم انا عارف غينيا ملهاش تاريخ قوي. انت شفت مدرب غينيا؟ زيلكو طبعا. زيلكو ده مدربنا في منتخب مصر. لا كلنا متعلمين منه. زيلكو السربي كان بس لا ومنظر الفرقه كمان حلو قوي يا عز، هو بيدافع سربي، بيدافع والسيستم بتاعه حلو جدا. يعني انا اتفرجت على اول ماتش مع مصر، مع ان طبعا مصر بنشجعها، بس السيستم بتاعه هو لو عنده تو شوترز مثلا كان وكان كسبان مصر على فكره، هيبقى ماتشنا معاهم النهائي. يعني سيبك من السنغال بقى ومالي، مالي بقى لها اربع سنين كسبانه، والسنغال قوه وناس محترفين في برشلونه والدوري الاسباني. لا انا اعتقد هو معد فرقته كويس قوي، محفظهم كمان كويس قوي. بس مش غريب انه يمسك فريق الشباب، يعني هو كان مسك منتخب مصر الكبير فتره من الفترات. بص هو عايز يعمل حاجه ليه، هو
هو اول مره يشتغل في بره يعني مصر في افريقيا، حتى هو بيتكلم بيقول لك التجربه ليه، بس هو حفظ خلاص التحكيم الافريقي واللعب الافريقي، فهو عايز يعمل طفره وخصوصا مع فريق غينيا. احنا انا وانت لعبنا فما كناش نسمع عن غينيا هيثم، فاكر؟ صحيح. فدلوقتي لا يعني هو هينافس، هو كسبان مالي وكسبان السنغال، هو خسر بس من مصر. وخلينا اقول لك انه الاربع فرق بعد كده يعني الدور ده هنرتبهم من واحد لاربعه، هيبقى كروسات. طب التاهل هيبقى ازاي؟ هيبقى كروسات، اول هيلاعب رابع والثاني هيلاعب الثالث، والكسبانين يعني هيتاهلوا. تاني هيبقى اصعب ماتش الثاني والثالث، صح ولا رايك ايه؟ لا هو اصعب ماتش هيكون الاول والرابع. خلي بالك انت برضو كل فرقه لعبت ماتشين ثلاثه، ففرقه مالي مثلا في لعيبه ما لعبتش، يعني انا وانت كنا بنتكلم برضو في بيل ميكر عالي جدا ما لعبش، السنغال كان في لعيب جامد جدا مصاب ما لعبش، غينيا اول ماتش معانا كانت كسبانه فرق 19 بونت، السكور قاعد ينزل لغايه احنا الحمد لله ما كسبنا. الفرقه بتدافع بتكسب عايزه. طب انت شايف الفريق ده يعني ان شاء الله يبقى نواه كويسه المنتخب او لا؟ لازم نحافظ عليه ان شاء الله، لان في كل العناصر ان شاء الله، في كل العناصر المدرب محتاجها. اكيد. عمرو انا استمتعت جدا بلقائك. أنا ما شاء الله انا يمكن انا عايز اقول لك بنتقابل في النادي كتير، بس اول مره نتكلم كده في الفنيات قدام الساده المشاهدين، بس ما شاء الله دماغك كويسه جدا ومترتبه كويسه قوي. حبيبي هيثم، بشكرك عمرو ومرتين وشرفتني، ومزيد من التوفيق ونشوفك ان شاء الله. يعني انا عايز اقول كلمه هيثم. اتفضل عمرو، اتفضل حبيبي. انا الفضل اللي انا فيه طبعا، انا عايز الاثنين يعني في حياتي، يعني ام الله يرحمها، الله يرحمها، ومعالي الوزير العمري فاروق. انا طبعا انا كلمته بعد البطوله واديته الجيل بتاعنا هيثم. انت خلي بالك الاهلي كان تاريخه قليل جدا في الباسكت. الجيل الذهبي اللي هو الجيل الذهبي في النادي الاهلي، الناس ممكن ما تعرفش ان الراجل دوت كان ليه فضل جامد جدا على طبعا طبعا طبعا، فلا واجب لازم يتقال. واحنا طبعا اكيد بنضم صوتنا لصوتك يعني ان شاء الله. وهو عامل طفره خلي بالك في فريق الباسكت دلوقتي، بنات ورجال. طبعا طبعا، وده مش غريب على الوزير العمري فاروق. بشكرك عمرو، شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني. معلش الوقت عدى سريعا، انا نفسي يبقى الوقت اطول من كده، بس بشكرك. شكرا جزيلا. شكرا هيثم، شكرا ان انت استضفتني. اعزائي المشاهدين، هكذا انتهت حلقه الابطال النهارده. استنونا ان شاء الله يوم الاربعاء القادم وحلقه جديده من الابطال، ولكن انتظروا بعد الفاصل الزميله سهام صالح والكابتن هاني رمزي والبيت الكبير وحاجات مفاجآت كتيره جدا جدا، ولكن بعد الفاصل. شكرا جزيلا.